بين الرئيس أمين الجميل والقوات اللبنانية حرب داحس والغبراء، طورا في السياسة وأطوارا بالعسكر. أما أساس الخلاف فالنفور بين الشقيق والشقيق، سواء في العلاقة الشخصية أو النفوذ السياسي أو حتى التوجهات الموزعة بين إسرائيل من جهة والفلسطينيين والنظام السوري من جهة أخرى. عندما تسلم أمين الجميل رئاسة الجمهورية كان بعيداً عن مخططات شقيقه للعهد الجديد، ولاسيما بالتعاون مع إسرائيل، فقد كان بشير الجميل حريصاً على عدم إشراكه في أي منها، في وقت تردد أن التنافس بينهما بلغ حد إجابة بشير رداً على سؤال عن احتمال تسلم أمين رأس الدولة من بعده في حال تعرضه لمكروه تقتلونه قبل أن يصل إلى قصر بعبدة. وفي وقت أبعد أمين فور وصوله فريق عمل بشير، شكل مصير القوات اللبنانية التحدي الداخلي الأبرز، علماً أن بشير كان تطرق إليه مراراً بعيد انتخابه. نحن بيكون أسعد يوم عنا وقت يلي المكتب السياسي بيقدر ياخد قرار بحل كل المنظمات العسكرية يلي تابعة للكتائب لتحويلها للجيش اللبناني وللسلطة الشرعية. نحن بيكون أحسن يوم عنا وقت يلي القوات اللبنانية بكل تنظيماتها، بكل مدافعها، بكل دباباتها، بكل إمكانياتها العسكرية بتقدر توصل لوضع تندمج كلها سوا بالجيش اللبناني. القوات اللبنانية كانت ضرورة بوقت من الأوقات، وقت يلي بتزول هالضرورة منا مستعدين نتمسك فيها إلى ما شاء الله، إنما طالما الضرورة كانت موجودة نحن كنا مستعدين. اليوم في إمكانيات أخرى، في استعدادات أخرى، نحن كمان مستعدين نمشي بهالطريقة هاي. أما على صعيد العلاقة مع إسرائيل فبرز تحول لافت، إذ بعد اجتماع نهاري الشهير في 1 أيلول 1982 بين بشير ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين ووزير الدفاع أرييل شارون، أدرك الرئيس الجديد أن علاقته بالإسرائيليين لن تكون سهلة، حيث طالبوه بمعاهدة سلام سريعة فيما كان يفضل التأني، وكان أخذ يفكر بالرهان على الأمريكيين حتى لا يبقى أسير إسرائيل. ومن هذه النقطة بالذات انطلق أمين متبنياً الاقتراح الأمريكي ببدء مفاوضات لبنانية إسرائيلية بمعزل عن سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية. من أبرز ما طبع تلك المرحلة، منذ بداية عهده أثار أمين الجميل غضب الإسرائيليين الذين آثر عدم الاجتماع علناً بأي من مسؤوليهم. بدأ الإسرائيليون يضغطون على أمين الجميل من خلال المساعدة على رفع منسوب التصعيد الأمني في الجبل بين المسيحيين والدروز. كان أمين الجميل يريد حلاً سريعاً للأزمة بالاتكال على الأمريكيين، غير أن الظروف حالت دون ذلك. في الحلقة المقبلة من رأس الدولة، بداية التفاوض نحو 17 أيار، فهل كان هناك حل آخر للتعاطي مع مخاطر الاحتلال الإسرائيلي للبنان؟